قصة اليوم الأحداث ديولها حقيقيين وعجيبين، نتاع واحد المرأة اللي غادي تتصل بواحد الشيخ في قناة اقرأ. ما عرفتكمش واش عرفنا الشيخ ولا لا، ولكن سميتو عبد الله الشحاتة. المهم كتطلب منه باش أنه يلقى لها الحل على المشكلة ديالها من بعد ما يأسات من الرحمة ديال مولانا، ولكن غادي تكون الصدمة لما غادي تحكي ليه الحقيقة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. قبل ما نبداو حلقه اليوم بغيت نقول لكم مرحبا بكم، وما تنسوش انكم تدعموني بالضغط على زر الاعجاب. نبداو في حلقتنا اليوم، لنبدا. في يوم من الايام غادي يجي اتصال لهذا الشيخ من امراه، غادي تسلم على الشيخ وغيرد عليها، غادي يطلب منها باش انها تطرح السؤال ديالها، وهي تقول لي بلي راه دارت واحد الذنب اللي هو عظيم في حق مولانا، وسولته واش انه مولانا سبحانه وتعالى غادي يقدر يغفر لها. الشيخ غادي يقول لها أكيد مولانا غفور رحيم لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفار الرحيم. من بعد غادي تجاوبو غادي تقول ليه ولكن يا شيخ راني درت واحد الذنب عظيم اللي ما يمكنش تكفيره، فعن دوري حاولت التوبة بجميع الطرق ولكن مولانا ما قبلش التوبة ديالي، وعندي إحساس كبير باللي أنه مولانا ما غاديش يسمح ليا واخا ندير اللي درت. ويقول ليها الشيخ غير صبري وما تيأسيش من التوبة والمغفرة ديال مولانا، غير ألحي في طلب المغفرة بقلب نادم وتائب. ويقول ليها ولكن قولي ليا شنو اللي خلاك متأكدة باللي أنه مولانا ما غاديش يقبل التوبة ديالك. وسمعوا الصدمة في الجواب ديالها، قالت ليه مشيت حجيت 7 ديال المرات باش نتقرب من مولانا ونكفر على ذنوبي، ولكن لدابا ما قدرتش نشوف الكعبة. تخيل يا شيخ تندخل للحرم وتنشوف الناس كتطوف وكتصلي ولكن الكعبة ما كتبانش ليا ومهما درت، لدرجة انني طلبت من العيالات اللي كانوا حدايا باش انهم يحطوا ليا يدي على الكعبة باش نحس بها، ولكن ما حسيت بوالو. واخا الكعبة كبيرة ما حسيتش وما شفت حتى شي حاجة فهاد المرات كلهم اللي مشيت. الشيخ غادي يستغرب وجاه الفضول باش انه يعرف شنو هو هاد الذنب اللي هي دارت، وهو يقول لها اكيد غادي تكوني درتي شي ذنب عظيم اللي خلى هادشي يوقع، شنو درتي حتى غضب عليك مولانا لهاد الدرجة؟ في الاول هاد المرأة غادي ترتكب وتردد، وهي تقول لي درت واحد الفاحشة مع احد الرجال. شوية تقول لي ما عرفتش شنو درت بالضبط. قال لها الشيخ مستحيل يكون هذا هو السبب، اكيد غادي يكون شي حاجه كبر من هذا الذنب، بمعنى ارتكبتي شي كبيره من الكبائر، غير كوني صريحه معايا باش نعاونك. غادي تجاوبو مره واحده اخرى وهي متردده، واخ انا غادي نقول لك الحقيقه، انا كنخدم كممرضه في واحد السبيطار وكانت عندي علاقه بدوك المشعوذين اللي تيديروا السحر وكيأذيو الناس به، انا عندي علاقه بهذوك اللي كيدمروا حياه الاخرين واي حاجه من هذا القبيل. هاد الدجاجله تيطلبوا مني باش انني نخبي هذاك السحر في الاجساد نتاع الناس اللي ماتوا، وكيعطوني مقابل هذا الشيء واحد المبلغ مالي كبير ومغري، وكنت كندخل للغرفه اللي فيها هاد الجثث وكنحط هذاك السحر في الفم ديالهم، من بعد كنسدو ليهم بلا ما يشوفني حتى شي حد، حتى كيجيو الاهل ديال الميت وكيديوه يدفنوه ومعاه هذاك السحر اللي ما كيعرفوش واش فيه. الشيخ عبد الله لما سمع هاد الشيء اللي قالت ليه غضب وبدا تيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واش ماشي حشومه عليك؟ قال لها خاصك تعرفي بلي انك شركتي بمولانا الكريم بهاد الفعايل وسببتي في بزاف ديال الدمار والاذى للخير، وانت راكي عارفه هاد الشيء اكثر مني، واش عرفتي شحال من عائله دمرتي؟ واش عرفتي شحال من مراه خرجتي عليها وخرجتي على عراضها؟ وزيد وزيد، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان الله غفور رحيم. هاد الشيخ في هاد اللحظه دار ثوره، وهو معروف بلي انه انسان هادئ. هذيك السيده بدات كتبكي بهستيريا حيت عرفت بلي انه الشيخ ما يقدرش يعاونها حتى شي حاجه، ولكن القصه مازال ما سالتش هنا، ومولانا غادي يفضحها اكثر باش تكون عبره لكل واحد مشى في نفس طريقها. من بعد 2 سيمانات وفي نفس البرنامج غادي يتصل بالشيخ واحد الشخص وغيلقى عليه التحيه ويقول ليه انا ولد هذيك السيده اللي اتصلت بيك قبل 2 سيمانات وكانت كتخدم كممرضه في مستشفى. عاد عقل عليها الشيخ وهو يجاوبه ايه نعم ولدي شو بغيتي؟ قال ليه يا شيخ توفات الام ديالي هذه 3 ايام
وكانت وفاة عادية، ولكن أثناء الدفن ديالها وقع واحد الأمر ما كناش كنتخيلوه. قال ليه الشيخ شنو وقع؟ قال ليه هزيت الأم ديالي مع شي ناس باش أننا ندفنوها، ولما هبطنا للقبر غادي يوقع واحد الأمر اللي هو غريب، وهو أننا ما قدرناش ندفنو جثة. فكل ما حاولنا أننا ننزلوها القبر كان القبر كيضيق علينا وما كنقدروش نوقفوا فيه، وكنضطروا أننا نخرجوا منه. وحاولنا بزاف ديال المرات ولكن ككل مرة القبر غير غادي وما كيزيد يضيق، حتى تخلع كل شيء ومشاو وخلوني بوحدي. لدرجة أنه واحد من هذوك اللي كانوا تيعانيوا في الحمل ديالها بدا تيقول أعوذ بالله، بين بلي هاد الأم ديالك دارت شي حاجة عظيمة اللي خلات أنه الأرض ما تقبلهاش وما يخليوني معاها وما يزيدوا. بقيت حداها تنبكي وما عرفش شنو ندير، وهو يبان ليا واحد الرجل غريب ومميز المظهر، وهو يقرب مني وقال ليا خلي الام ديالك بلاصتها وسير رجع في حالك، ولكن ما تضوش باش تشوف شنو كاين وراك. تيحكي بلي انه ما قدر يقول حتى شي حاجه، ولكن في واحد اللحظه تيقول شدني الحنين ليها وحتى الفضول باش انني شنو غادي يوقع ليها. غير درت وانا نشوف واحد النار عظيمه اللي شعله فيها. جاوبوا الدكتور شحاته وهو متاسف. في هذه اللحظه غادي يجاوب الدكتور وهو متاسف، يا ناس السحر راه حرام، السحر هو شرك بالله وكيخرجك من ملة الإسلام، والساحر كافر. هذه هي القصة اللي سمعت، ولكن بغض النظر على هذه القصة أجي نقول لكم خفا زربا شنو هو هذا السحر، ماشي اللي كلشي عارفه ولكن بمفهوم أعمق، واللي جبتو لكم من عند الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه وبطريقة مبسطة. لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. كلمة السحر معناها حيلة، فيها لطف، كتجي بأمر عجيب يشبه أن يكون معجزة، زعما خارق لنواميس الكون. فمولانا خلق كل جنس بقانون، خلق الإنسان بقانون، وخلق الجن بقانون، والملائكة بالقانون ديالها، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكل قانون عنده الخصائص ديالو والمميزات ديالو اللي كتناسب عنصر التكوين ديالو. فالإنسان حيتاش مخلوق من طين ليه كثافة، بمعنى عنده الحواجز اللي كتمنعه. والجن حيتاش مخلوق من نار، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا الجن له القانون والإنسان له القانون، ولكن هل القانون هو اللي تيسيطر؟ لا، فرب القانون كيسيطر فوق القانون، كيجري الجن اللي عنده الخفة في الحركة والخفة في حاجات الآخرين، اللي كيجيب واحد من الإنس وكيعلمه شيء من أسرار الكون ويستذل الجن باش يخدمه. في نظركم علاش؟ قال ليك هذه ابتلاءات للخلق، قال ليك هما غيعلموك السحر كيفاش تدير هذا السحر، ولكن تنصحك من الاول تيقول ليك احنا راه فيتنا عن ابتلاء واختبار فلا تكفر. ودليلا على هذا لقوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. سمع الآية، وما هم بضارين به من احد إلا بإذن الله. حيتاش مادام مولانا عاطيهم هادي فيمكن أنه يسلب ليهم العكس ديالها. صحيح أنهم غادي يأذي، ولكن ما غاديش ينزل هذاك الأذى إلا بإذن من الله تعالى، وهذا الشيء كله معناه مادام غادي يتعلموا هذا الأمر، فمولانا سبحانه صاحب الحق كيفاش غادي يحمي الخلق ديالو من هذا الأمر. قال ليك يكفي أنك تعرف بأنه الله يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلو أنك تبعتي هؤلاء لاستذلوك وغادي يستنزفوك وتركك الله لهم لأنك اعتقدت فيه. أما إذا قلتي اللهم إنك أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فخلاصة القول، فاش غادي ترفض هاد العملية بينك وبين دماغك، مولانا غادي يخليهم أنهم ما يتمكنوش منك وخا يديروا اللي داروا. مع بعض الأذكار في الصباح والمساء هكا حميتي نفسك من السحر ومن الأذى نتاع الآخرين. نتلقاو في حلقة مقبلة. سلام سلام.